منظومة بتاعت حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عاملة ما يسمى بالمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في كل بلد كل 4 سنين. تمام. بتراجع فيها حالة حقوق الإنسان. ولما بتعقد لجنة المراجعة الدورية الشاملة دي بيتقدم لها تقرير من الحكومة عن حالة حقوق الإنسان، وتقرير من المجلس القومي لحقوق الإنسان في البلد عن حالة زي تقرير الظل، وتقرير مشترك من أهم منظمات المجتمع الدولي عن رأيها في حالة حقوق الإنسان. دي الآلية. فلما بيقعد الأطراف الثلاثة، طبعا ممثلي كل دول العالم موجودين، يدور نقاش ينتهي بتوصيات للحكومة إنها تعمل كذا وكذا وكذا. تمام. فالمراجعة الدورية الشاملة ديت بالنسبة لمصر كان ميعادها السنة دي، وبالتالي يعني حصل نقاش، لأنه مصر فيها مشكلة الشرعية وعدم الشرعية وكده اللي نتجت عن إن مرسي نحي جانبا ودخلت البلد في وضع جديد. المشكلة اللي كانت بتواجهها مصر في المؤتمر أو في الآلية بتاعت المراجعة هي إنه الإخوان المسلمين لهم علاقات قوية بمنظمات مدنية في أوروبا والرأي العام في أوروبا، وبالتالي هم كانوا مجهزين. وأيضا بعض منظمات حقوق الإنسان في مصر كانت متبنية وجهة النظر بتاعت الإخوان. بشأن شرعية النظام القائم. أيوة. تمام. وبالتالي النقاش جرى وطرحت فيه كل الآراء. وانتهى الأمر لأنه المؤتمر طلب من الحكومة المصرية 112 توصية. توصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. جميل. ممكن إتاحة التوصيات دي؟ أقدر. يعني يا ريت محاور يعني كل وثائق المؤتمر لو أمكن يا أرجو التفضل إن شاء الله. طيب تفضل. فالتقرير اللي قدمه المجلس القومي، المجلس الدولي تبنى منه جزء مهم في هذه التوصيات. يعني مثلا المجلس القومي رأيه ان هو عشان يقوم بدوره كما يجب ان زيارته للسجون تكون بالاخطار وليس بالتصريح، وبالتالي طرحنا هذا الموضوع. المجلس القومي لحقوق الانسان في رأيه انه منظمات المجتمع المدني تاخد فرصة اكبر في النشاط عشان تحقق نتائج. في ايضا توصيات خاصة بالمرأة، توصيات خاصة بالحريات. في حاجة اسمها مفوضين تابعين للأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، في مفوض في مكافحة التعذيب عاوزين يزور مصر، في مفوض عام لحقوق الإنسان عاوزين يزور مصر. حتى الآن الحكومة المصرية لم تقبل زيارة هؤلاء المفوضين. أيضا في حاجة اسمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان اللي هي الجهاز التنفيذي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان. هذه المفوضية عاوزة تقيم فرع لها في مصر، والحكومة المصرية رافضة لأنها بترى أن وجود الفرع للمفوضية في مصر هيعطيها فرصة للتدخل في الشؤون الداخلية المصرية. وهكذا. يعني أنا هجهز لحضرتك التوصيات وأبعثها لك، قول لي هتقول لي العنوان وأنا هبعتها لك.